بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين والمنتجبين من صحبه الأخيار الميامين. تمر علينا في هذا اليوم بالذات السابع من صفر وفاة السبط الأكبر لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الإمام الحسن بن علي بن فاطمة الزهراء. وفي هذه المناسبة نحاول أن نحتفي بهذه الذكرى بما يليق بهذه الشخصية. والإمام الحسن عليه السلام غني عن التعريف في اسمه وفي مولده وفي نسبه، لا داعي أن نستعرض هذا، لكن في مخيلة الكثير منكم هناك عتمة عن مواقف الإمام الحسن، عن حياة الإمام الحسن، عن وفاة الإمام الحسن، عن قيادة الإمام الحسن، سجلها التاريخ بعضها من أعداء الإمام الحسن، سجلها التاريخ من أعداء الإمام الحسن لنوايا الأعداء، ولكن البعض الآخر من المقربين للإمام الحسن بنوايا مخلصة، ولكن حولت الإمام الحسن إلى شخصية أخرى. فنحاول جاهدين في هذا اللقاء معكم، ونستمع بعد انتهاء المحاضرة إلى آرائكم واستفساراتكم حول الإمام الحسن وحول ما تحمله مخيلتكم عن هذا الإمام. فنرحب بالدكتور حسن طاهر ملحم، معاون عميد الكلية، ونستثمر حضوره في هذا اليوم لكي يحدثنا عن المسيرة التاريخية للإمام الحسن. فأهلا ومرحبا به، مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. عظم الله أجورنا وأجوركم بمصاب الإمام الزكي، الإمام المجتبى، الإمام الطيب، الإمام الحسن ابن علي عليه السلام. ارتأت الجامعة الإسلامية ومن لبنات أفكار الجامعة أن تكون بعض هذه الذكريات لوفيات الأئمة أفكار تطرح لبيان السيرة، ونحن اليوم في ذكرى وفاة الإمام المجتبى الإمام المفترى عليه. بالحقيقة الإمام الحسن ظلم من ثلاث جهات. الجهة الأولى الجهة السياسية الأموية وعموم المسلمين عامة، اللي نسميها ظلامة التاريخ، هي اللي ظلمت. النقطة الثانية ظلامة التاريخ له، والنقطة الثالثة ظلامة الشيعة، ظلامة الذين يؤمنون بإمامته، وهذه النقطة الأخيرة طامة كبرى، لأنهم ساروا على ما كتب كما قال الدكتور، ولم يتيقنوا في حساسيات الأمور. لذلك جاءت الكثير من المعالم للأسف هي ضد الإمام الحسن وليس بمستوى أخلاقيات الإمام. ارتأت السياسة أن تكتب بأقلام مأجورة وتساوي أولاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأولاد الخلفاء. أولاد النبي الحسن والحسين الذي كان يسميهما الإمام علي، وهذا ما كتب عنه التاريخ بأنهم هم أبناء النبي، كما في معركة
الجمل، ابعدوا عني هذين الغلامين لكي لا ينقطع بهما نسل رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يسموا أبنائي، بل محمد بن الحنفية ابني، سماهم ابنا إلى النبي، نسموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك ارتأى المؤرخ السياسي عندما رأى أبناء الخلفاء قد تساقطوا في مهاوي الرذيلة والانحراف، أراد أن يساير الإمام الحسن والحسين بهذا النفس المأزق، فأخذ يكتب بما يشتهي، فجعل من الحسن صاحب هوى وصاحب دعة وصاحب سكينة وباحث عن مال وباحث وزير نساء، ونحن نتكلم أيضا بهذه اللغة للأسف الشديد. والحسن كالحسين إمامان قام أو قعد، قام بالجهاد بالسيف، قعد هم أيضا إمامان، وهذا حديث متفق عليه عند العامة والخاصة. فهو سائر جده والإمام علي بنفس المسير، واشترك في جميع معارك أبيه، بل هو القائد فيها، وخير الشاهد حركته مع عمار بن ياسر إلى الكوفة لجلب أهل الكوفة إلى ذي قار، ثم إلى معركة الجمل، بعد أن طرد أو أنزل منها ذلك الوالي الذي كان مستكينا أبو موسى الأشعري، الذي كان يهبط الهمم، فما كان من الإمام الحسن إلا أن ينزله عن المنبر الذي هو فيه. فالإمام قد شارك في هذه الحروب وفهم من أبيه ما هو مراد الإمامة وما هي الإمامة وما هي والإمامة للمفهوم العام أخواني ترى هي الرئاسة والقيادة، الرئاسة الدينية والدنيوية في آن واحد. وسار الحسين معه بنفس الخطى، لأنه الإمام المعصوم هو الإمام الحسن، ولا يمكن لإمامان أن يسيرا في مسار واحد. لذلك أوجدوا وحشدوا الكثير من النصوص بأنه الحسين ثوريا من أول لبناته، والحسن مسالما، وهذا خطأ فادح، وإن الحسن عثماني الهوى، وكثيرا ما نصح الإمام علي، يعني نصح أبيه بهذه الكلمات التي لا تدل إلا على خسة المؤرخ عندما يكتب عن هذه الشخصية العظيمة. ثم لم يروا بأسا إلا أن يكتبوا في عالم البذخ والدنيا، وجعلوا من الإمام الحسن بعبارة نستهويها كثيرا، كريم أهل البيت. إخواني الأعزاء، الكرم عند كل الأئمة، وجميع الصفات تنطبق على كل الأئمة، ولكن هناك من الأئمة تنطبق عليه صفة السجاد، صفة الكاظم، صفة الكريم. هم كلهم كاظمين للغيظ، كلهم كرماء، فلا يمكن للحسن أن يصرف إسرافا كرم بدون معنى. هكذا تفهمون كرم الحسن، الحسن كأبيه، لأنه قرأ القرآن وفهم القرآن، وليس الكرم كما يظن البعض إنه يبذخ لهذا وذاك، هذا ليس كرما، هذا إسرافا، والإسراف هو التبذير ضد مفاهيم القرآن الكريم. فلا يأخذكم الغرور في ذلك، وهذه الكلمات افهموا معناها، لأنهم أرادوا أن يقولوا ذلك ونحن أجبنا إلى هذا القول. هذا من جانب، ومن الجانب الآخر جعلوا للإمام الحسن عليه السلام الكثرة من الزوجات، وقالوا في بعض الروايات أكثر من 300 زوجة، وعلى روايات 70 زوجة، وأن الحسن هو مزواج مطلق، حتى وضعوا الأحاديث عن أبيه الإمام علي: لا تزوجوا ولدي الحسن فإنه مزواج. هذا كلام خطير.
الرد عليه ببساطة في كتب الأنساب سجل كما سجل غيره، تزوج من النساء كما تزوج غيره، وكان معلوما أن يتزوج الرجل في ذلك الزمان، بل بعض أجدادنا تزوج الأربعة والخمسة والستة بعد أن يطلق واحدة أو تموت واحدة، وهذا تاريخ ابن عمدة في الأنساب قد سجل له أقل أولادا من الإمام الكاظم عليه السلام، 13 14 بين البنين والبنات. الإمام الكاظم عليه السلام 36 ولدا كما يعلم الدكتور، من الأكثر؟ فأين هذه الزوجات؟ وللأسف يكتب بعض المؤرخين الشيعة في هذا الباب ويعتبروها من الكرامات. هذه الأبواق الأموية أرادت أن تجعل من الإمام الحسن عليه السلام إنه إنسان مسالم لا ليس له هم غير الدنيا ومتاعها، لذلك هو سالم وليس ثوريا، ونحن أخذنا هذا الباب إلى يومنا هذا، إن الحسين ثوري وأن الحسن مسالم، من باب الصلح الذي أوجده الإمام الحسن في ظروف محرجة جدا لحق دماء. ومن قال إن الصلح عيبا إذا كانت له مسبباته، والبعض الآخر يقول إنه هدنة وليس صلحا. وما الفرق بين الهدنة والصلح؟ لم يصالح حسن بالتهاد، ما الفرق بين؟ هل هو أفضل من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟ ألم يصالح النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة صلح الحديبية؟ من صالح؟ صالح المشركين الذين أصلاً لم يحترفوا بنبوته، والحدث معلوم، عندما أرادوا الصلح صالح. فهنا المسألة مسألة حتى في القرآن، يمكن لأي فئة تخرج خروج عن الخط العام، يمكن لها أن تتصالح، ولكن عندما تبغي لا يجب أن تقاتل. فالمسألة الصلح مسألة طبيعية جدا. أراد الصلح الإمام علي عليه السلام في كل معاركه، بل الحسين عليه السلام أراد الصلح في آخر لحظاته، حتى عندما انطلقت سهام القوم قال هذه رسل القوم جاءت إليكم، هبوا يا كرام. إذن المسألة يجب على الإمام أن يأخذ هذا الموقف، فعملية الصلح هي عملية مفهومة مدروسة من إمام يفهم القدر، وبذلك كان الصلح هو كما يروي التاريخ من قبل معاوية، والذي بدأ الصلح معاوية وليس الإمام، ولذلك إكراما للحسن الإمام الحسن عليه السلام سمي بصلح الحسن، ولا ويمكن يكون صلحا عاما كعام الجماعة مثلا عندما سموه. والختم جاء مع معاوية، أرسله معاوية مع الكتاب مع الورقة الفارغة مع الجلد الفارغ بكل تنفيذاته وكل بنوده. فكثيرا من المسائل للأسف الشديد لم يفقه بها المؤرخ، ولذلك كتبوا عن الإمام الحسن بكلمات ووصفوه بكلمات لا تليق بشخصية هذا الإمام العظيم. وسيوضح الأمور الأخرى الدكتور محمود الخفاجي في بعض أخلاقيات الإمام الحسن في مساره الأخلاقي والعلمي، مشكورا والشكر لله رب العالمين. تفضل دكتور. شكرا دكتور حسن على هذه الاستعراض السريع في حياة الإمام الحسن عليه السلام. مسألة الإمام الحسن، هناك نقطة مهمة أولادي الطلبة في دراسة التاريخ الإسلامي، نقطة مهمة منهجية. أحياناً يدرس التاريخ كون أحداث تتعاقب، وأحياناً يدرس التاريخ كون الحدث ينتمي إلى الإسلام أو لا ينتمي. فإذا انتمى الحدث إلى الإسلام سمي الحدث إسلامياً،
وإذا لا ينتمي إلى الإسلام حدث عادي مثل ما يمر أي حدث تاريخي آخر. عندما نسمي الدولة الأموية تسمية سياسية تابعة إلى بني أمية فتنتمي إلى أخلاقيات ومبادئ ونظريات بني أمية، لكن عندما نسمي الدولة الإسلامية يجب أن تنتمي بنظمها اجتماعية سياسية اقتصادية، يجب أن تنتمي بنظمها إلى الإسلام من منطلقات النظرية الإسلامية. هذا جوهر القضية عند دراسة الإمامين، الإمام علي ودولته، وعند دراسة الإمام الحسن ودولته. وفق أي منظور ندرس دراسة الإمام الحسن؟ إذا كان وفق المنظور السياسي فللإمام الحسن الحق أن يقتل ويقتلون أصحابه وتسفك دماء ويكذب ويحرف الأمة ويغش ويخادع، لأنه أمر سياسي والأمر وفي السياسة كل شيء جائز. لكن الإمام الحسن شخصية تختلف عن معاوية. معاوية شخصية سياسية وفق المنظور السياسي، شخصية سياسية ناجحة لأنه سيطر وسيطر وأسس دولة، لكن وفق المنظور الإسلامي الديني هل هو شخصية ناجحة وفق المنظور الديني؟ هل طبق النظرية الدينية أم لا؟ كان يكذب ويفجر ويعتدي ويقتل مناوئيه ويغتال، هذا كله حرام بالنظرية الإسلامية. الحسن في دولته ورث تبعات تاريخية ثقيلة بدأت من يوم موت الرسول عليه الصلاة والسلام. دولة الرسول دولة دينية بحتة لأنه المشرع الرسول عليه الصلاة والسلام، فأي تصرف هو تصرف ينتمي إلى النظرية الإسلامية، لأنه بنص القرآن ما أتاكم الرسول به فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لا ينبغي لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. يعني أي تصرف من الرسول في غزوة، في معركة، في صلح، في هدنة، في تعاقد، هو ينتمي إلمن إلى النظرية التي جاء بها محمد عليه الصلاة والسلام. فعندما تصالح الرسول عليه الصلاة والسلام مع المشركين في صلح الحديبية، المشركين كانوا لا يقولون لا إله إلا الله، بل يقولون إن ربنا هبل واللات والعزى. صالحهم الرسول بشروط ذكرها التاريخ، فإذا معنى الرسول فتح الباب أو سن سنة على إن الصلح من مبادئ الإسلام مع المشركين. هاي نقطة. عندما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام إلى المدينة هادن اليهود، واليهود القرآن يوصفهم على أنهم أكثر الناس عداء للإسلام، كثير ما ذكرهم القرآن. اليهود يحرفون الكلمة عن مواضعه، طعنوا في الأنبياء، ومن جملة ما عادوا عادوا الإسلام. عندما جاء الرسول كتب وثيقة بينه وبين اليهود عدم الاعتداء والمعايشة السلمية داخل المدينة، ورفع شعار لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، وهناك آية أخرى من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هذا المبدأ الإسلامي، ما على الرسول إلا البلاغ، وفي آية أخرى لست عليهم بمسيطر. هذا المبدأ الإسلامي الذي عمله الرسول عليه الصلاة والسلام مع اليهود بشرط أن لا تعتدون علينا ولا تخلون بالشرط، بالشروط التي تعاقد عليها محمد عليه الصلاة والسلام مع يهود المدينة،
بنو قريظة، بنو قينقاع، بنو النضير. هذا الأمر سار من أول ورود الرسول عليه الصلاة والسلام إلى المدينة إلى واقعة الخندق، يعني 5 أو 6 سنوات كان اليهود مسالمين، لم يعتد الرسول عليه الصلاة والسلام مع اليهود، بل تعامل معهم، اشترى منهم أسلحة وبايعوهم وشاروه وعاشوا حياة، ولم يستعن بهم لا في بدر ولا في أحد، ما استعان بهم. لكن عندما جاءت غزوة الخندق أخل اليهود بعقود الصلح، إذا انتفى الشرط انتفى المشروط، أخلوا بعقود الصلح وأصبحوا أعداء، فماذا كان العمل؟ إذا تغيرت الظروف فأجلاهم الرسول والأخبار. هذه الأمور مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهي أمام أنظار الإسلام وهي مشرعة من قبل الرسول، فهذا فعله. فعندما جاء الإمام الحسن، عندما مات الرسول عليه الصلاة والسلام، هناك بعض علامات الاستفهام على بعض التصرفات في الدول التي تعاقبت على مسرح الحياة. عندما جاء الحسن ورث تركة كبيرة، من جملة التركة إن أكرمكم عند الله أتقاكم، أي أفضل الناس أن يكون والي على المسلمين. عندما جاء علي بن أبي طالب وجد معاوية وهو من المؤلف قلوبهم والياً على الشام، وضمت له الأجناد الأربعة، الأردن وفلسطين ومصر، وهو خراج هذه المدن يأخذها هو، أي بمعنى دولة في وسط دولة. وهذه بدأت من عام 17 الهجرة، عند موت يزيد بن أبي سفيان في طاعون عمواس، تولى معاوية إمارة الشام وضمت له الأجناد وضم له الخراج. أي فعندما جاء علي بن أبي طالب لا يحتاج إلى دولة، عليه السلام، إلى دولة مقسمة. هذا الوالي ما من حقه أن يعيش أو أن يبقى واليا أكثر من هذا، وقد تعدى على النظرية الإسلامية. من واجب الإمام علي عليه السلام كونه يقود دولة دينية أن يعزل هذا الوالي كما عزل غيره، لأنه لا يمثل النظرية الإسلامية. عندما عزل هذا الوالي رفض الوالي العزل، محافظ يرفض الاستجابة لقرار رئيس الجمهورية، ما يعني هذا؟ يعني رئيس الجمهورية خارج على القانون أم المحافظ خارج على القانون؟ من الطبيعي المحافظ خارج على القانون، أنت موظف صغير تابع إلى موظف أكبر، قرر هذا الموظف أن لا يوليك هذا المنصب، إذن معناه خارج على القانون من؟ معاوية خارج على القانون. فهل هناك شرعية لمعاوية في توليه بلاد الشام، في توليه مصر، في توليه فلسطين، في توليه الأردن؟ لا شرعية له، لا سياسية وفق المنظور السياسي، ولا دينية وفق المنظور الديني، لأنه الخليفة إذا كان بالتنصيص ولا بالانتخاب، الخليفة الذي ارتضاه المسلمون لقيادة دولتهم عزل هذا الوالي والوالي رفض، إذن هذا الوالي كان لا يمكن الإطلاق عليه اسم معارضة، وإنما كان باغيا، كان متعديا، هو ومن لف لفه من قادة. هذا بوفق المنظور السياسي ووفق المنظور الديني. وذهب الإمام علي ضحية حركة التصحيح. عندما جاء الإمام الحسن عليه السلام، الأمة فيها هذا التناقض بين أموال تغدق بدون حساب. الإمام علي عليه السلام في أحدى وقائعه وأقواله تدعي على هذا، لو رقعت مدرعتي، مدرعة الرداء الذي يرتديه، رقعت مدرعتي حتى استحييت من راقعها، لو كان عنده فلوس يرقع مدرعته،
جبه مالتك انسى يرقعها مدي الخياط، وهو سلطان خليفه تأتيه الأموال في الليل يوزعها في الليل لا تبيت إلى الصباح. ابن أبي رافع وزير المالية مالته سيدي اتركنا إلى الصباح، بيننا وبين الصباح سويعات، يقول له يا ابن أبي رافع أتضمن لي حياتي إلى الصباح؟ هذه أموال وزعها. يلزم الدرهم، الدرهم فضي أبيض، والدينار ذهب، يا صفراء أي يا دنانير، يا بيضاء أي يا دراهم، غري غيري. هكذا كان. ثم وجه خطابه إلى الأمة، إلى الأموال التي ابتزوها من أموال المسلمين. عندما جاء الحسن سار وفق نفس الرؤية، أراد أن يعيد للدولة سمتها الدينية، سمتها الإسلامية، كونه ابن هذا الدين، صبت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وابن علي وابن فاطمة أقرب الناس لهذا الدين، أراد أن يعيد للدولة سمتها الدينية في حركة إصلاح. فأراد من الأمة، رفضت الأمة الاستجابة، رفضت الأمة الاستجابة. أما أن يقتل الأمة أو يتنازل عن حق، واحد من اثنين، أما يقتل الأمة أو يترك الأمة وما شاءت. سبق وأن شاءت الأمة شيء فتركها أبوه علي بن أبي طالب، فإذن هو لم يخرج عن 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 الدائرة اللي رسمها له أبوه. وسبق أن صالح جده رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المشركين، عندما ارتأى أن صالح الإسلام أو صالح بقاء الإسلام أو صالح دماء الناس المصالحة مع المشركين، وإذا سموها هدنة. سبق وأن هادن الرسول بينه وبين اليهود هدنة ولقاء اليهود. عندما جاء الحسن نظر إلى الأمة، وإذا الأمة رفضت رفض قاطع هذه الدولة، تطبيق هذه الدولة. يبقى حول بعض الصحابة حول الإمام الحسن من هم من فهم الموقف، ومن هم من يحتاج إلى فهم للموقف، بحيث عبيد الله ابن العباس اللي هو ابن عم الإمام الحسن والقائد العام لقواته المسلحة، في ليلة دس له نصف مليون درهم وأوعد بإعطائه نصف مليون آخر عندما ينتقل من قيادة قوات الحسن إلى معاوية، يعني بمليون درهم. وهذا عبيد الله بن العباس قبل أيام قلائل قتل بشر بن رطات اللي هو قائد معاوية على اليمن، قتل ولديه، هم أطفال وأمهم لا تزال مشلوشة العقل من أن رأت ولديها قتل أمام عينيها. وهذا عبيد الله بن العباس بنصف مليون درهم انتقل هو ومجموعة من القادة، انتقلوا إلى طائمة معاوية. هؤلاء القادة أوعدوا بإعطاء الأموال، لم يستلموا أموال، إذا جئتم تسلمتم. فانتقل عبيد الله بن العباس وقاده. وهذا مو غريب، الآن أنتم تشاهدوا، الآن أنتم تشاهدوا ما حدث في شمال العراق، في غرب العراق، في قادة الجيش ماذا عملوا. لا تحمل القائد العام مسؤولية أكبر من طاقته. هذا الإمام الحسن أصبح الصباح وإذا مجموعة من القادة منسحبين إلى الصوب الآخر بأموال، الجند الباقي إذا بدون قائد الشبقة، إذا شاف القائد والقائد قريب للإمام الحسن ابن عمه، يعني معناه ثقة، يا الله خلاه قائد قوات، إذا قائد القوات انتقل شبقة عنده ثقة بعد، يثق بمن حوله. ثم اعتدي على الإمام الحسن، دج في فخذه بسكين وانتهب فسطاطه وحاولوا اغتياله،
حتى إن طبقة من الناس أنه يسلمون الإمام الحسن. فما موقف الإمام الحسن؟ موقف يحارب بهذه القلة؟ عاد إلى شريعة جده رسول الله صلى الله عليه وسلم، صالح. هسه يرفض أحدهم الصلح يقبل الصلح، بس هو مو بعيد عن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. صالح الرسول فصالح الإمام الحسن، صالح بشروط، وهذه الشروط كانت رفعة للإمام الحسن، وضعها الإمام الحسن وانتهت الأم المشكلة. يبقى 10 سنوات من عام 40 إلى موت الإمام الحسن عام 50 عندما دس له السم. هذه الإمام الحسن مو من طبيعته ولا من دينه ولا من خلقه ولا من تربيته أن ينقض عهود الصلح الذي صالح عليها، يوفون بالعهود، وهذا صفات المؤمنين. ثم بعده من عام 50 إلى عام 60 الإمام الحسين 10 سنوات تغير الإمام الحسين، حتى عندما نقيس المواقف بين الإمام الحسن والإمام الحسين نراها أنها مواقف متساوية، لكن اختلاف الظروف. بقى الإمام الحسين عليه السلام ملتزماً بعقود الصلح التي وقعها أخوه الإمام الحسن، والتزم بالصمت مع نظرة الإمام الحسين بما تخلق عند الأمة. عمل ما عمل معاوية والإمام الحسين يلتزم الصمت، لأنه بينه وبين معاوية وقع عقود. فإذن سار 10 سنوات الإمام الحسن ملتزما بعقود، والإمام الحسين 10 سنوات أيضا من عمره، يعني بقدر حياة الإمام الحسن. فما الاختلاف بين الحسن والحسين؟ هذه الروايات التي ذكرها الدكتور حسن موجودة في التاريخ، بس هو إذا قسنا إحنا 10 سنوات من حياة الحسن نفس 10 سنوات من حياة الحسين. إذن الحسين في 10 سنوات من 50 إلى 60 مثل الحسن من 40 إلى 50، نفس الشيء. لكن عندما جاء يزيد بن معاوية مات أحد المتصالحين، معاوية انتهى. عندما مات أحد المتصالحين انتهى عقد الصلح، لو ما انتهى. أنا متصالح معك، قانون شريعة تقول بموت أحد المتعاقدين يفسخ العقد، ما ينتقل العقد للورثة. أنا تصالحت مع أبيك شيء، وياك يجب أن أتعاقد، لأنه لك شخصية تختلف عن شخصيتنا، هذا في القانون وفي الشريعة نفس الشيء. عندما جاء يزيد كان موقف الإمام الحسين موقف آخر. اختلفت الظروف أخوان، عندما تختلف الظروف لكل ظروف حوادث. ففي حقيقة الأمر هذه المواقف التي وضحناها على عجالة من الأمر، هذه مواقف حقيقية في تحليل الأحداث التاريخية التي حدثت. لكن هاي 20 سنة اللي من سنة 40 إلى سنة 60 اللي هو عاش بها معاوية ما يسمونه ملك، خليفة، إمبراطور، سلطان، شتي تطلق عليه أطلق، مسألة مو مسألة الإطلاق. ماذا فعل الأمة؟ وعت بما حدث لها، فعادت عند تولية يزيد عادت كثير من الأمة عن غيها، عادت عن غيها مرة أخرى. كاتبوا الحسين لأنه لاحظوا ما حدث في فترة معاوية، سامهم سوم الخسيسة، جاءهم بولاة يصلي أحدهم سكران، فلان كذا، ما الأمر لا يعنينا أكثر من هذا. هذا الأمر انكشف للأمة، فكاتبوا الشخصية البارزة التي برزها صلح الحسن، وهي بارزة قبل صلح الحسن إذن الإمام الحسين. فاتجهت أنظار الأمة كلها إلى الإمام الحسين. الإمام الحسين في واقعة الطف عليه السلام فتح الباب على مصراعيه لمقارعة الدولة الظالمة. لذلك بعد الإمام الحسين ثاروا التوابين، ثاروا
المختار، ثار عبد الله بن الزبير، واقعة الحرة، هذه الثورات إلى آخر زيد بن علي الذي احتفلنا به قبل أيام ثلاث. هذه الوقائع خضت الحكم الأموي وأسقطت الحكم الأموي. هذه الأمور على عجالة من الأمر وضحناها في حياة الحسن. لكم الحق في الاستفسار والأسئلة حول الإمام الحسن وصلح الإمام الحسن ودولة الإمام الحسن وما يحيط بها من ظروف. نستمع أولادي. لا أو 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 رفض الشروط. نعم. وذلك عند وجود الإمام الحسين أثناء إدراك الصحيح. عندما استشهد الإمام الحسين الحسن عليه السلام لم يصف الصحيح، لأن الإمام الحسين اعتبر هو طرف أساس الصحيح. لذلك يمكن أن نرفع الإمام عن من يريد أن يصف الإمام الحسن ويقول صالح مع معاوية، فإن الإمام الحسين بقى على صحيح. نقطة، الحسين والحسن على مبدأ واحد، يسيرون على مبدأ واحد. أريد أوصل أن الحسن لم يختلف عن الحسين في مبدأيهما، الإمام الحسن رسم مبدأً. مو هناك في التأريخ أن الحسين رفض مبادئ الإمام الحسن، لا. طيب، عندما رفضها، وهناك روايات تأريخية استعرض بعض منها الدكتور، هناك روايات تاريخية بأن الإمام الحسن هدد الحسين أسجنك إذا لم توافقني. ترسمنا التاريخ بعض هذه الروايات. نقول نعم، انتهى الإمام الحسن، فلماذا الإمام الحسين سار على نهج أخيه؟ لكي لا يقول إن أخي كان يتصرف تصرفا لا إسلاميا. هذا فارق بين علاقة الإمام الحسين والإمام الحسن وفق مبدأ. إذن الإمام الحسن في مبدئه هذا كان إسلامياً منطلق من الإسلام، والحسين منطلق من الإسلام، فاستمر الصلح بموافقة الحسين، استمر الصلح. هذا النقطة اللي أريد أوضح. أكو نقطة مهمة بالمسار، من شروط الصلح إذا هلك، يعني توفى الله سبحانه وتعالى أحد الطرفين، يبقى الحسين هو مستمرا في صلحه. هاي نقطة مهمة خليها ببالك، يعني معاوية الآن قائم، فهنا سقط معاوية والحسن انتهى، فالمسألة بعد شكو خرجت من الاثنين، فبقى الطرف الثاني غير معلنا فجوره. ولماذا توقف الإمام الحسين؟ أكو هنا نقطة تجب أن تسأله، تقول لماذا لم يظهر الحسين في زمن معاوية وظهر في زمن يزيد؟ وهذا السؤال يمكن يكون هكذا أو أجدر. الإمام الحسين أمام الملأ وأمام الناس يرى في معاوية أنه مستظهرا للإسلام، يصلي بالمسلمين، يحج، تبي هاي القضايا كل الأمور الإسلامية يطبقها، بالليل شي يسوي هاي مالك شغلة بيه. بس هنا الأخ الثاني الابن أعلن فجوره، أعلن فسقه، أعلن عمل المحرمات، كل شيء أسقطه في الإسلام. إذن هنا شنو يجب أن يخلع؟ يعني لو نقول رأى هو، أنت تصور أن الإمامة، هاي مشكلتنا، نصور أن الأئمة يبحثون عن كراسي. أخي الأئمة لا يبحثون عن كراسي، أنا أعطيك دليل. الإمام عليه السلام عندما كان يشد في يوم من الأيام، رآه عبد الله بن عباس نعليه، ماذا كانت إجابته؟ ما كانت الإجابة؟ كانت الإجابة أن هذه تساوي أمرتكم، يعني أمرتكم يعني خلافتكم، يعني الأمرة تتقابل بهذا الموقع بهذه القضية. إن لم أقم عدلا انطاه،
يعني أنا إذا ما قم عدل هذه الشغلة ما تخصف نعلي أحسن. شفت العملية شلون يفكر؟ ما يفكر يعني يكون رئيس عليك، لا، هو لأسلمن ما سلمت أمور المسلمين ولو بها علي يجور، وانطاه يخاف على أن يتلم ثلم في الإسلام. هم همهم الأول رفع راية الإسلام، بقاء الإسلام، بقاء الأذان الذي أراد أن يمحوه معاوية. أنت تعلم ماذا كان في يوم من الأيام؟ ابن المغيرة بن شعبة بالحرف الواحد لابنه، رواه ابنه عنه، يقول: قلت لأبي، جاء أبي مختاضا يوم، يعني المغيرة يختاض يا دكتور انتبه خير إن شاء الله، قال: إن هذا الرجل أقول له كذا، يعني معاوية، يكفيك أن تشتم علي كفى كفى كفى، يعني أنت هم سمي قرائبك، هم سمي لكم قربة. قال: ويح لك، كيف وابن أبي كبشة يرفع اسمه 5 مرات؟ ابن أبي كبشة يعني النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الأذان هو عند شلون يرفع اسم محمد صلى الله عليه وسلم 5 مرات. فأنت انتبه إلى أي إسلام حط من هذا الإسلام الذي يسمى هذا الإسلام الأموي، يعني هذا كان مخادع. فعندما ظهرت الحقيقة انكشفت الأمور، يجب أن يثور الحسين. أما الحسن رسم مسار صحيح وسار الحسين، حتى في بعض الأمور إنهم قالوا للحسين انهض، قال: لا، أنا أخذ بوصية أخي الحسن، دعوا أنفسكم، احبسوا أنفسكم أحلاسا في بيوتكم إلى أن يحين الأمر. وهذا نص كامل ذكره جل المؤرخ. ثم هناك نقطة مهمة جدا، وهي أن الإمام الحسين عليه السلام كان حاضرا بنود الصلح، هاي وحدة. وحدة الثانية، معاوية سبق وأن رفع المصاحف في صفين فدع الرجوع إلى القرآن، وهذا من أبواب السياسة، يعني من أبواب المخاتلة في السياسة. عندما يقوم الحسين لمعاوية شرعية سيقول: إن الحسن والحسين كل منهما مختلف عن الآخر، فهم دعاة مناصب. إذن الحسين يختلف عن الحسن، لذلك الإمام الحسين بقى على مسيرة، لأن الظروف نفسها المؤاتية للسيد محمد باقر الصدر في الأئمة 12 وحدة هدف وتعدد وسائل للوصول إلى الهدف. كل إمام ظرف الزماني، ظرف المكاني، ظرف اللي يحيط به السياسي، ظرف الاقتصادي، ظرف الاجتماعي، يختلف عن الإمام الآخر، فيتصرف وفق متطلبات الظرف. فالظرف ما تغير لا مكانيا ولا زمانيا بعد موت الإمام الحسن، أشخاص ما تغيروا، فللإمام الحسين أن يسير على نفس الوتيرة. لكن عندما تغيرت الظروف كانت ثورة الإمام الحسين. بل يا دكتور، ما أدري أتصور نقطة جديدة بالاهتمام هي أن توافق ثورة الإمام من جهة، وأيضا مخالفة للشريعة الإسلامية أن معاوية أورد نظاما أو مبدا سياسيا جديدا وهو المبدا المرادي أو وجود نظام المرادي الذي استنه لبني أمية فيما بعد، بحيث صار كل ابن أو كل لابنه أو أخيه. وهكذا هذه الفلسفة أو هذا المنظور لم يوجد، أي سابقة خطيرة، نعم، لم توجد إطلاقا فيما سبق من التاريخ الإسلامي، سيما في عهد الخلفاء الراشدين. مبدأ المراد لم يكن موجود. أحسنت، هذا مسبب جديد. ولهذا أخطأ معاوية حينما سن هذا المبدأ وخلق أزمات، وبالتالي فهو في ثم نقطة أخرى، يزيد لم يكن مؤهلا. هو هذا الخطأ الذي سقط فيه معاوية. نعم، نعم، أحسن دكتور. بعد من تفضل دكتور، سريع دكتور. نعم دكتور العزيز، شكرا. بالنسبة للتعقيب على دكتورنا الفاضل في مسألة الشورى والنص، هناك مدارس، مدرستين موجودات، هي مدرسة النص
اللي تبناها الشيعة ومدرسة الشورى اللي تبنتها الإخوان السنة. هم فعلا هو الإسلام شورى، ولكن لم تقم حقيقة الشورى في مسألة سقيفة، ولو قامت في الشورى بالحقيقة لحدث شيء آخر، ولكن لم تقم الشورى أصلا، فخالفوا النص وخالفوا الشورى ولم تقم الشورى. ولكن بالحقيقة كان الناس في مسألة الخلافة قد رضى عنها حتى الإمام علي عليه السلام وسار في هذا النهج. أما ما جاء بعد ذلك فهو ملك غضوب، ملك ملك غضوب، لا ليس فيه أي علاقة في الإسلام، والكل يعترف بهذا أرادها الكسروية. هذا الباب، وهي هي الكسروية ظهرت مثل ما ذكرنا الدكتور، ظهرت في زمن معاوية حتى عندما كان واليا ناداه فيها عمر بن الخطاب للخليفة الثاني الكسروية يا معاوية، عندما قالوا له إن معاوية يعمل كذا وكذا، ولكنه للأسف قال له بالحرف الواحد لا أمرك ولا أنهك، يعني ما منها عن القضية، اعتذر له في عذاب. مسألة حكم الإمام الحسن، الإمام الحسن من المعيب على المؤرخ، يعني ليش نقول المؤرخ السياسي والمؤرخ أصحاب الهوى، وهناك المؤرخ المنصف المستقل، لم يذكر لنا مدة الخلافة الإمام الحسن. الإمام الحسن أصبح خليفة على المسلمين، ذكر لنا تاريخ خلافات العباسيين ليلة واحدة، ليلة واحدة، يوم نعم واحد يذكر بالتاريخ له اسم الإمام الحسن. ستة أشهر ورد، والمنصف له جلال الدين السيوطي في كتابه تاريخ الخلفاء وغيره بالحرف الواحد، ملك الإمام الحسن واستخلف الإمام الحسن وملك الخلافة 6 أشهر. هذه 6 أشهر لم يسجلها تاريخ أصلاً، وابتعد عنها ليعطي معاوية الحكم بعد الخلفاء الراشدين. بلي بابا، منو عنده بعد؟ ما أخوان استفسار، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. عقد الصلح بين معاوية وبين الإمام الحسن عليه السلام، هل يعتبر الإمام الحسين طرف ثالث أم طرف واحد من الإمام الحسين؟ لا، هذا السؤال الأول. السؤال الثاني يتعلق على كلام الدكتور أنه موقف وراثة بالإسلام، يعتبر الإمام علي عليه السلام وراثة الإمام الحسن أم هذه خلافة التكوينية؟ حبيب، مسألة خلافة، إحنا ما عندنا مفهوم خلافي، احنا عندنا الأئمة 12 والأئمة 12 من قريش، وهذا حديث مشهور عند الطرفين، فأرادوا بكل طريق تأويله فلم يقدروا على ذلك، يعني احترفوا بهذا الحديث، ما يقدرون الحديث هذا وخروه، الأئمة 12 وانتهت. وأنا قلت لك الإمامة هي شنو؟ قيادة دينية سياسية، يعني انت اخذ الحديث الكبير، حديث الشهير، انت مسكتم به شنو؟ لن تظلوا من هو؟ كتاب الله وعترتي، الكل يقول وعترتي، فقط عند مالك يقول وسنتي. زين، انا اريد اناقش موضوع، ما اريد ادخل بالمعمعة الطويلة، اناقش السنة، هل حفظوا على السنة؟ هل كتبوا السنة؟ نعم، كتاب الله موجود، موجود زمن النبي، أنا ما أعترف بالجمع الأخير، موجود، رواياتنا تثبت ذلك. هل السنة أليس منع السنة وتدوين السنة؟ فأين كيف تكون المحافظة على السنة؟ فهو وعترتي أهل بيتي، إذا تمسكوا لم يظلوا، هم تمسكوا لم يتمسكوا. فمسألة اللي قلتها، إحنا عندنا الأئمة إمام عن إمام، قيادة دينية، هم لم يأتي ذلك، هذا البحث الأول. أما سؤالك هل هو طرف وليس طرف، هو موجود نعم ومؤيد إلى الطرف كغير من الصحابة، ولا يعترض عليه، لأنه لا يمكن في شريعتنا لأن يقوم إمامان في وقت واحد. أشكر. وإحنا قلنا في البداية على سؤالك، يخرجنا من التأريخ إلى العقائد، هناك نقطة بين الإمامة وبين الحكم السياسي، الحكم السياسي هو حق إلهي للإمام أن يسوس الأمة، لكن
من حق الإمام أن يتنازل عنه إذا رفضت الأمة الانصياع إلى هذا، لأنه أنت محتاج قيادة وأنت رفضت القيادة، كما يرفض الإنسان أن يصدق بهذا النبي لست عليهم بمسيطر، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هذا القضية. أما القضية الإمامة هل هي وراثة؟ القضية قضية وراثة. القضية بالقرآن إبراهيم إسحاق، إسحاق يعقوب، يعقوب يوسف، هل توارث هؤلاء النبوة ورثة؟ يعني هل هؤلاء الله سبحانه وتعالى منحه النبوة لإسحاق لأنه ابن إبراهيم؟ لو لا، لأن إسحاق يختلف عن الناس وهو الوعاء الذي يستطيع أن يتحمل عبء النبوة. الله سبحانه وتعالى ما عنده وريث، ولا هو اختار إسحاق لأنه ابن إبراهيم، لأن احنا عندنا ابن نوح إنه ليس من ابنك، إنه عمل غير صالح، موجود ابن نوح موجود، ليش ما انطى ورثة الأنبياء ورثة النبوة؟ ثم إسماعيل، من ولد إسماعيل شقد كانوا، ليش انطاها في ولد إسحاق إلى أن إجا محمد عليه الصلاة والسلام؟ هذا اصطفاء، والاصطفاء خارج حدود اختيار البشر. ليس من حق الإمام أن يتنازل عن إمامته الدينية، لكن إذا رفضت الأمة ما إلى علاقة بهم، مثل النبي عليه الصلاة والسلام أو الأنبياء كلهم، ليس من حق أن يتنازل عن النبوة. النبوة وعاء، الله اختار هذا الشخص للقابلية التي يمتلكها تختلف عند القابلية الآخرين، فأوجد النبوة هنا، ليس قضية وراثية. قضية اختيار إسحاق مو لأنه ابن إبراهيم، سليمان مو لأنه ابن داود، وإلا عيسى ما عنده أبناء، موسى ما عنده ولا ابن نبي، تمام؟ فالقضية مو قضية ورثة. كذلك الإمامة، الإمامة هي امتداد لمن؟ للنبوة، وهي عملية تطبيق للنظرية حمل الرسول التبليغ وحمل الأئمة التطبيق، فكانوا وعاء للتطبيق. مثلا إذا أجينا إلى الإمام الحسن، لماذا لم تسر الإمامة في نسل الإمام الحسن؟ انتقلت للحسين، عندما انتقلت للحسين انتقلت إلى زين العابدين. خلينا نقول بزين العابدين ماكو وريث للإمام الحسين، لكن بعد زين العابدين دعش ولد عند الإمام زين العابدين، لماذا لم تنتقل إلى غيره وهم كلهم ورثة؟ إذا القضية مو قضية وراثية. وكذلك عند الباقر أولاد، وعند الصادق أولاد، وعند، فالقضية مو قضية وراثية، وإنما اختيار اصطفاء ذاتي من الله سبحانه. ماكو شرعية، شرعية سياسية جديدة، هو يدعي الإسلام، الإسلام ما بيورث، يعني مو المحافظ يموت يجيب ابنه، ماكو شيء، ما موجودة، ولا المدير يموت يروح الأستاذ الدكتور ابنه يجي ما يقرأ ويكتب يأخذ الدكتوراه ويقعد يسولف، ما يصير، هذه مو ورثة، هذه توحد وهذه وحد. أكو سؤال آخر أخوان؟ بل أولادي، لأنه التاريخ، التاريخ يقرأ قراءة كما مدون، إذا كما مدون التاريخ كتبته السياسة، كتبه الأمويون، كتبه العباسيون، أكثر التاريخ كتبته السياسة، والمنهج التاريخي منهج مرتبك ليس بدقيق، فعندما يكتب أحدهم عندما يقول حاربنا الحسن سيلعنه التاريخ، فيحاول جهد أمكانه أن يقلل أو يخلي عتمة على الإمام الحسن، لكن واقعة الطفل لا، كشفت الزيف، فليس هناك طاعن في واقعة الطف، من طعن في واقعة الطف أخرجوه. أكو هناك الواحد يدعي أن الحسين مات بشرع جده، فهناك كتاب آخر الرد العنيد على المتعصب العنيد كذا في ذم يزيد، كل واحد يقول يزيد خليفة المسلمين، من وضعه خليفة؟ خليفة الأمويين خليفة المسلمين لا، خليفة الأمويين على الأمويين أن يتبعوه لأنهم
بايعوه، أما للمسلمين الأمويين ما يمثلون الإسلام، ما له علاقة بالإسلام. لو ما كان قائد عسكري ما يقود الحملة كاملة وجيش. مشاركات شارك في حروب. ذكرت ذرك شنو يعني؟ أنا ذكرت لك بداية الأمر، قلت لك واقعة الجمل، واقعة الصفين، وعندنا بعض المؤرخين يقولون الحسن والحسين شارك حتى في أراضي القسطنطينية. عزيزي مشارك في كل المواقع الموجودة. في أول المحاضرة جينا. أكو بعض السؤال أخوان؟ يلا نسأل. بلي بابا. شنو تقصدين القوانين بابا؟ قوانين يعني التشريعات الإسلامية تقصدين؟ لو الموقف السياسي، المنظور السياسي اختلف بنيتي بين معاوية في عصر معاوية الإمام الحسين نفس المنهج. قلت أنا من عام 40 إلى عام 50 الإمام الحسن كان موجود، من عام 50 إلى عام 60 الإمام الحسين موجود. إمام الحسين خلال هاي الفترة عنده ثورة؟ لا. إذن سار وفق يا رؤية، وفق نفس الرؤية لم يتغير، لكن عندما مات معاوية تغير الموقف، تغير الاتجاه. قال لك الدكتور معاوية كشخصية تختلف عن شخصية يزيد، وإنما في عند الأمة يزيد يختلف، عند الأمة يختلف، المواقف اختلفت، الظروف اختلفت. عندما اختلفت الظروف، لو كان الحسن حيا عام 61 لعمل كما عمله الحسين. هاي النهاية لجواب، يعني لو كان الحسن عام 61 لثار مثل ما ثار الحسين. مفهوم بنيتي؟ نكتفي أولادي إخواني الحضور بهذا القدر، شاكرين للدكتور حسن طاهر ملحم إفاضاته الطيبة، جعلنا الله وإياكم من السائرين على نهج محمد وآل محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.